علينا فكرة الاختلاف يؤدي الوقوف. ذكرت سابقا الاختلاف يؤدي الوقوف، المقصد فيها الحصان لما يحاول يزيد سرعته مواكبتك الصحيحة تخليه يسوي عكس اللي بغاه، كل ما حاول يزيد زيادة كل ما خفض زيادة، مما يعني ان الحصان لما يبغى يحارن او يكن الاختلاف يؤدي الى زيادة السرعة، كل ما حاول يخفض مواكبته صح زاد. كل ما وزن الحصان بتلاحظ شيء بشكل قوي جدا، بتلاحظ انه بالطلعة هو يحاول يكن او يحارن او ما له خلق، مواكبتك لا تخليه يمشي بدأسة واحدة ويزيد، ما يخاف ابدا، ما اختلاف يؤدي الوقوف اقل. فالرجع وهو محترم متحمس العكس، ما يزيد ابدا، حتى الاختلاف يؤدي الوقوف انه يحاول يزيد. فالشطارة انك تخليه يخفف اذا بغى يزيد وتخليه يزيد اذا بغى يخفف. اما حصان في الطلعة هادي غصب عنك وفي الرجعة حار غصب عنك، مو بميزة عيب، يدل ان الحصان استغل الشيء اللي يبغى يسويه عليك بدل ما تستغله انت عليه.